السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه الجهه الاخرى ديال الركع عمري ما صورتها. الجهه الاخرى ها هو كيدير واحد البيلاج هنا. هذا كوكوش الحموم اللي هربان على دارهم. البارح بات عندنا، فنمشي ان شاء الله للدار ونوريكم البلاصه اللي بات فيها. بيتهم مسكين في البالكو ولكن قاديت لي بلاصتو وكلشي. ما عرفش مشيت وصلتو حتى للدار، بالضبط حتى للدار، وتلاقيت مع مولاتو ودوات معاه وكلشي ومشى. رجع لي، رجعت غنحل الباب باش ندخل الدار عندنا. سبقني هو، ما عرفش كيفاش دار وصافي. اضطرينا اننا نخليوه يبات. اليوم مولاه خد الموطور وكيدور كيقلب عليه. حق دابا في التراكتور شافنا راكبين، سلمنا عليه وشافو هو، نعتو ليه، قلت ليها هو زعما باش يرتاحو، ها هو عندنا. شوف على المناظر، سبحان الله العظيم. روكا، روكا الرائعة، روكا الرائعة. كنقول رائعة لأن جات واحد الموقع ديال أنها كدية، وكلشي هاد المناطق دايرين بهاد المناطق الجميلة الرائعة. هاهي دايرة بها. عمرني ما سجلت هاد المكان، هذا عمرني ما جيت ليه وسجلت ملي بديت اليوتيوب. هاهما مناظر فتانة ورائعة رغم الأشغال اللي كانت عندي اليوم. الحي ديالنا هو هذا، كوكو كوكو هو مشي مشي في الربيع. ها هو مشى، هادي تبع الجراب. سبحان الله، مناطق جميلة هاد المناطق كلها ديال الجبال، كلها مناطق رائعة وزوينة. لي زوين ان في هذه المنطقه ديال الركاع انها جات هي فوديه، وهاد المنطقه كلها دايره بها. هذا هو الجميل الرائع اللي فيها. اما هذه المنطقه كلها معروفه بطبيعتها، كيفما ان المغرب فيه مناطق طبيعيه ورائعه في ذلك جبال الاطلس وجبال الريف. Le fugitif, coco le fugitif. Ah, le Maghreb, le Maghreb, pas de Maghreb, pas de Maghreb. Je veux dire, 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 الانترنت ممتازة، نشوفوها متوعينين بيها. نسبحوا الله سبحانه وتعالى على الجمال وعلى الإبداع وعلى الفن. البارحة كانت عندنا الشط كثيرة، اليوم صبحت الشمس. هذا هو الجو المناخ الجبالي، أربعة فصول في اليوم واحد، الحمد لله وشكرا. عندها جمالية وعندها حلاوتها. الربيع راه قطع
يبيعوها ترى رفيع جديد. ماتشي صار ديال الكرات ولكن بري ما يدا بوحدها يعني ديال البر ما جاب لها حد ما نزرع حد ما والو ما يدا بوحدها ها هي شوف صارت الله شحال فيها شوف شحال كاين الماء الفرق ديالو بين وبين ديال الاخر اللي كيكون دار ايش ديالو وحلو بديت خديت كليت منه شنو اللون ديالو مختلف على اللون ديال داك الاخر اللي كيديروه شوف اللون ديالو سبحان الله العظيم ها شجر القرقاع الجوز اشجار الجوز راه ما كيبانش ليا مع الشمس يلا شفت هذه ها هي معول لون اخضر والاوراق خضراء ما كتبانش ليا مع الشمس اون فاس معايا الشمس جات بالضبط اون فاس معايا ها هما هاد الاشجار من هنا هاد الاشجار كذلك شوف هاد لابيل البانوراما سبحان الله شوف على جمال شوف الشكل ديال السحر كيف داير ملاقي مع الجبال سبحان الله العظيم هذا هو ديال الجوز ها هي شنو ديال الجوز ها الاخرى حتى هي القرقاع القرقاع كنتفكر كنت في جوز يماني كنتقرا معايا واحد الدريه سميتها سميره الله يذكرها بخير كان من الخميسات ديما كتجي مع اللوز والقرقاع كنقول سعداتهم العروبيه ديالهم فيها اللوز والقرقاع احنا عندنا على الزرع هادي البصله هي فيها راه مقشمش ما كيبانش بزاف من هو خضر باقي لونه خضر والاوراق خضرين ما كيبانش مش مقصص هادي كرمة 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 كرموس حب الكرموس حب الباكور هاي الله بانت لي هادي ها هما لا ها هما كاينين هنا سوا باقي لون خضر ما كيبانش ها هو الباكور هاي هادي تاهي حداها هاي فيها فيها انا معشتش مكيبانش مزيان نحاول نقرب هاي واحد الباكور هنا بدان كرموسة تين فوائده رائعة وكذلك الأوراق ديالو دروك إن شاء الله ندير لكم وصفة دي ان شاء الله تين راه اكتشفوه بانه ضد الشيخوخه هذه هي اشجار القرقاع هاد الشجره ديال البرقوق داك البرقوق الصفر الصغير ها هو هاد الشجره هذه باقي ما ناضج لا ها هو كاين هنا هو ما باينش مزيان ها هو ما توصلت لا مفر عالي ها هو مفر دابا باقي كلشي لونو خضر بحالو بحال الاوراق ما كيبانش مزيان بالشمس جات اونفاس هذه كامله هذا عاوتاني الكرموس ها هو سيد الباكور هذا تبارك الله كيبان فيه كثير نشوف ها هو ها هو تبارك الله الشجره فيها كنجي ناخذ منها الاغلبيه كندير منها المربى
اغلبيه كندير مربى باش كنخليه دواء البرد. ها هو تبارك الله، شوف تبارك الله ما شاء الله، نعم الله وخيرات الله، تبارك الله ما شاء الله. كرموس هذه هي، ها هي ديال البرقوق، ها هو غادي يبان، يا ربي يبان مزيان. ها هو البرقوق، ها هو باقي لونه خضر، ها هو هذا البرقوق الصفر. هاد الاشجار مزروعين وما مقابلين هم والو، يعني مخلين عشته اللي كتنزل عليهم ما فيهم لا دواء لا والو، يعني ملي كتاكلهم كتاكلهم طبيعيين بيو. هذه كرمه اخرى عاوتاني، ها هي هذه سيفا الكرموس، ربي غنطيح. هذه هي يفا تين، تيني والزيتون، الاوراق ديالو راه جد صحيه جد مفيده، قال لك تعمل تاهي بحال اتاي كتشرب ان شاء الله تعالى. خصني عا ما ننساش وندير لكم ان شاء الله وصفه به ونقول لكم الفوائد ديالو، ماشي ديال التين، ديال 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 الاوراق، لان التين والعنب مذكورين في القران، يعني ماشي على الفاكهه، كذلك الاوراق والنخيل حتى هو. ها هي تشجره ثاني واحده اخرى ديال البرقوق، ها هي هذه غتبان قريبه، ها هي ها هي برقوق صفر، ها هي اخرى نيزه ديالها فرع كبير من ديالها. هذه ديال القرقاع، شوف لا قربت شي قرقاعات مع الشمس بكي. ها هما ها هما ديال القرقاع، سبحان الله العظيم، ما واحد كيخرج مختلف النعم ومختلف الفاكهه ومختلف الفواكه، سبحان الله العظيم. خليكم على البطل كوكو، كوكو لدارين وديناتو.